السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جديد في قناة وصفات جميلة أم إلهام. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في التحضير أو طريقة التحضير ديال البانكيك. كيجي زوين وسريع التحضير وكيجي رائع ما شاء الله. كنتمنى إلى الإعجاب ديالكم. نبدأ على بركة الله بالمقادير. عندي بالنسبة لهاد البانكيك كنحتاج لي عندي كاس ديال الحليب، عندي نص كاس دائما كاس العنبة باش كنعبر، نص كاس ديال الزيت، عندي قريصة ديال الملح، عندي بيضة واحدة، وعندي هنا ملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة. ملعقة كبيرة كافياكم، الا قدرتو الا زدتو اكثر من ملعقة غادي ملي تكونوا كطيبوه غادي تحرق لكم دغيا، هو مازال ما طابش مزيان. ملعقة كافية. عندي هنا نص كيلو تاع الدقيق، وعندي هنايا خمارة واحدة حمراء. يلا البنات نبداو على بركة الله. طريقة التحضير سهلة فيها حتى شي صعوبة وسريع، انا كيعجبني بزاف كنديرو، ما كنستغناش عليه الصراحة. كنديرو الخمارة في الحلوة وكنزيدو السكر سنيدة ديالنا، البيضة كذلك. انا ما كندير لا مولينكس لا والو، كيجي زوين. والكاس ديال الحليب والكاس ديال نص كاس عفوا ديال الزيت وقريصة ديال الملح. هادو هما المقادير اللي كندير انايا وكيجي زوين. من بعد ما كنديروا العناصر ديالنا ديال البيض والدقيق والحليب كنخلطوه هكا، هو كيجي شي شويه ثقيل بحال شكل الكيك. كنبقى نخلط مزيان مزيان. هانتوما البنات كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى كيندمج. الا جاتكم كميه ديال الحليب قليله غادي تزيدوا الحليب فقط حتى تحصلوا على هذا الخليط. هذا هانتوما ثقيل شويه بحال الكيك، كيكون هو الخليط ديالو بحال الكيك، غير هو كيبيت تضرب مزيان. بأنكم تضربوه مزيان هانتوما تتخلط مزيان مزيان. دابا ان شاء الله غادي نخليه ان شاء الله نغطيه واحد 5 دقائق ونبداو نطيبو فيه ان شاء الله. هانتوما معايا باذن الله. هانتوما البنات دابا انا غادي نطيب البانكيك ديالي. هانتوما كي كتشوفوا العجينه ديالو كي كتكون، بسم الله نبداو على بركه الله. كنديرو طيب وكنقصو عليها باش طيب على خطرها، ماشي نقصو بزاف عاوتاني وانما شويه مويان. تنشوفو الجوانب ديالها بداو كينشفو، عاد نبداو نهزو هكا. صراحه كيجي رائع وخفيف وسهل التحضير. هانتوما ملي كتبان لي الجوانب ديالو مازال شويه كنخليه. دابا غنحاول نقلبو. هانتوما كتشوفوا معايا غير بشويه كما قلت لكم الملعقه ديال سنيده راه كافيه. وهانتوما كي كتشوفوا معايا راه كيتنفخ ديك الخميره كتعطي المفعول ديالها كيتنفخ. هانتوما غنردو باقي تحمر شويه، ملي غادي يتحمر من هاد الجانب غادي نردو يتحمر الجانب الاخر. صراحه كيجي زوين زوين بزاف، كنتمنى تجربوه هنا الاعجاب ديالكم.
يتحمر مزيان ونحطو في شي منديل. هانتوما كي كتشوفو كيتنفى شي منديل. ممكن انكم تزيدوا شويه ملعقه صغيره ديال الخميره ديال المعجونه، لكن انا ما كنعجبنيش ما كنبغيش نديرها. هانتوما كيتنفخ من الداخل راه كيطيب. كناخدو شي منديل كنوجدوه باش نحطو فيه البانكيك ديالنا سخانين باش يبقاو مرطبين كي كتشوفو معايا. كنهز واحد المغرفة هكا نتو هذا الشكل هكا وكنحطو ممكن انكم تذوبوا الشكلاط تزين نتوما حرين تزينوا تزينوا بالعسل تزينوا بالشكلاط ذوبوا الشكلاط وديروا فوق منه. كنبقاو هكا حتى كنحصلو على الجوانب ناشفين. حتى كتنشف لينا الجوانب ديال الفانكيك وكنقلبوه هكا بهاد الطريقة كي كتشوفو معايا. كنقلبو بهاد الطريقة كيجي زوين وخفيف كي بقات كيجي هشيش. هانتوما كيبغي يكون محمر بزاف بزاف يخليه يتحمر كل واحد على حسب وير يطيب وصافي نحيدو. هانتوما كنبقاو على هاد الشكل هذا حتى نكملو لي بانكيك ديالنا كلهم. هانتوما كيكتشوفو معايا بهذا الشكل. كنبقاو غاديين حتى نكملو الخليط ديالنا كله. هانتوما البنات كيف كتشوفو راني درت وحده اخرى. كنقلبو بهذا الشكل هذا وكنبقاو غاديين هكا حتى نكملو كلشي الباكيك ديالنا. طيب مره مره بقى نوعو في الكوتي ديال وليداتنا مره مره نديرو بهذا الشكل هكذا. تقدروا ديروا بلاصه تقدروا ديروا بالكاكاو كله بالشوكولا الخليط تخلطوا الكاكاو ديروا بالشوكولا تيجيكم زوين حتى هو كيجي زوين. كنحيدوها طابت ساهل هي كيطيب. هانتوما اللي قلبتها كيف كتشوفوا معايا نحمر لينا ونحيدوها بهذه الطريقه.
هانتوما بهذه الطريقه، بقاو غاديين بهذه الطريقه حتى نكمل كلشي العجينه اللي عندي ان شاء الله، وهنا معكم باذن الله. وبالنسبه للاقتراح اللي عطيتكم انكم الا بغيتوا ديروه بالشوكولات بالنسبه للوليدات، ممكن انكم ديروه بالشوكولات على اساس الوليدات كيعجبهم الكاشكلات، ولا تذوبوا شكلات وديروا كذا من الفوق، ولا العسل ولا الزبده ولا اللي يعجبكم، هم كيجي فن صراحه. غير النصيحه اللي بغيت نعطيكم، ملي تكونوا كطيبوه انكم تحطوا في شي منديل وتغطيو، ما تخليوش عريان باش ما يقصحش لكم. دونك هو كيجي زوين. هاد الزوائد هادو نحيدوهم، واللي تيطيب وسريع نحيدو ونقدوه. بالنسبه للزيف ضروري باش يبقى باش ترجع عليه ديك داك الدفا كلشي ويجي زوين. هانتوما رطب وزوين. هانتوما كي كتشوفوا معايا صافي، دابا بقات ليا واحد بقات لي تقريبا واحد المغرفه اللي بقات ليا ونسالي الخليط ديالي ساهل. هانتوما كتشوفوا التحضير ديالو، حضرتو معايا كل شيء من الاول، ما فيه حتى شي صعوبه. هانتوما البنات الباكيك ديالي ها هو وجد من بعد ما كملته. المهم ديك الكميه القليله اللي خرج ليا هكا، يعني بالنسبه لجوج الناس او ثلاثه تبارك الله كيجي زوين. هانتوما هشيش ورطب رطب رطب رطب، هانتوما رطب هشيش وخفيف خفيف. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم وتجربوه، ما تنساوش لايك وابوني بالضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد باذن الله وحفظك. والى الملتقى مع فيديو قادم باذن الله.